ده كان في مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة اليوم الأول من الإضراب الجزئي المفتوح النهارده 8 مارس. الحمد لله كان يوم رائع وناجح، نسبة نجاح فوق 85%، تنسيق لأول مرة بشكل كامل مع زملائنا في الأسنان والصيدلة، وطبعا احنا الاطباء البشريين وغرفه عمليات مشتركه، دخول قوي للاطباء البيطريين وللتمريض معانا. البيطريين مجلس النقابه اعلن دخولهم الاضراب بشكل رسمي النهارده اول يوم، بكره مكملين. الجزء المفتوح بتاعنا مش هيقف الا بتحقق المطالب، عاملين يوم الاثنين والخميس لصرف العلاجات الشهريه ونفقه الدوله وتكليف العبء على المواطنين. المطالب بتاعتنا معروفه، كذا المهنه الطبيه، زياده وظيفه الصحه، هيئه عليا للدواء بالنسبه للصيادله، تحسين اجراءات العزل بالنسبه للاسنان، اعاده التكليف بالنسبه للبيطري وغيرها. لكن المطلب الاساسي بتاعنا يظل هو كادر المهنه الطبيه من الاساس بتاع تحسين المنظومه الصحيه، طبعا رفع من وزاره الصحه، في انتظار الرد من المسؤولين في الحكومه والاستجابه. في اي رد فعل من الحكومه جديده خلاص؟ كان في مقابله من رئيس الوزراء ابراهيم محلب في اول توليه الوزاره، واحنا انسحبنا من اللجنه العليا للاضراب والبشريه، انسحبت نظرا لعدم وجود ممثلين من الاسنان والصيادله، ما كملتش الاجتماع. هو طلب زملاء من مجلس نقابه الاطباء تاجيل الاضراب واحنا رفضنا. في حصل بعدها لقاء تاني مع دكتور عادل عدوي وزير الصحه الجديد، هو ابدى تفهمه للمطالب وان مش هيتم التعسف مع اي من الاطباء، واحنا يعني مطلبنا مش معاه، ما يقدرش ان هو يقررنا الكادر ولا يزود الميزانيه. فاحنا مطلبنا موجه لرئيس الجمهوريه المؤقت عدلي منصور اللي يقدر يطلع قرار تشريعي زي القرار اللي طلع بتاع زياده بدل المخاطر بتاع ضباط الشرطه 30%. عندنا 5 شهداء من الاطباء توفوا في خلال الشهرين اللي فاتوا، عندنا عدوى، عندنا بدل عدوى 18 جنيه، عندنا اجور هزيله، فاحنا الوضع اصبح يعني كارثي ولا يحتمل السكوت عليه اكتر من ذلك. تعتقد تحركات الدوله جايه في اطار اكمال سيستم مماطله، ولا هناك نيه فعلا لحل المشكله؟ الدوله زي ما هي من 2011، من قبل 2011 المطالب بتاعتنا ثابته ومفيش حد بيستجيب ليها، كلها اصلاحات جزئيه وترقيعات، مفيش حد عايز يخدم المطالب بتاعتنا لانها بتصلح القطاع الحكومي، المستشفيات الحكوميه العامه والمركزيه، بتخدم المواطنين الفقراء والوسطاء اللي هي الدوله ما بتهتمش بيهم اصلا، فمش هتهتم بالاطباء يعني اللي بيعالجوهم. وحكومة ابراهيم محلب انا اتخيل انها تبقى حكومة يمينية تماما، ما بتقدمش اصلاحات، ده اللي احنا شايفينه، بتحاول تأجل المطالب وتسويفها، بس احنا بنضغط بأقصى قدرة عندنا يعني عشان ما نبقاش قصرنا قدام الشعب دوت ولا في حق صحته. أنا عارف إن في تنسيق بيتم بين قطاعات مختلفة، أسنان وبيطري وبشري، سمعت إن في قطاعات من التمريض انضمت. ده أول مرة يتم فيها التنسيق ما بين القطاعات المختلفة من المهن الطبية، الأسنان والصيادلة والبيطري والبشري. التمريض لسه مش منظم بما يكفي إن هو ياخد قرار من نقابته، لأن نقابته مسيطر عليها من الوزارة، ولك أن تتعجب إن نقيب التمريض هو حد وكيل الوزارة، يعني هو اللي بيمثل التمريض وبيمثل اللي بيقمعهم، اللي هو اسمها كوثر محمد. لكن احنا مع قطاعات من التمريض اللي ابتدى وعيها يزيد وانها تدرك ان مصلحتها معانا، وابتدت حركه تمرد التمريض تنسق معانا وتخش الاضراب. ايه رد الفعل ما بين الاطباء بعد قرار او بعد تغيير يعني وزير الصحه وزير الصحه؟ خصوصا ده كان من ضمن اول قرارات الجمعيه العموميه الغير عاديه. يعني احنا طبعا الاطباء كانوا مبسوطين ان هو تم اقاله مها الرباط، الوزيره اللي كانت بتستهين بيهم وتقول لهم يهشوا القطط، واللي طبعا أسوأ كان بيتستر على وفيات الاطباء وتدعي ان مالهاش علاقه بيها، برغم ان هي كلها من العدوى من المستشفيات ومتكتمه على الوباء اللي كان حاصل من الانفلونزا الموسميه اللي اودى بحياه العشرات من المواطنين يعني، واللي كذبت وقالت ان قانون الحوافز المشوه ده هو قانون الكادر، فهي وزيره صحه سيئه يعني. بس احنا مش فرحانين قوي لان احنا مغيرين 7 وزراء خلال الثلاث سنين، فالاطباء بقى بالنسبه لهم تغيير الوزير ده يعني حاجه روتينيه ما بتفرقش قوي، المهم بالنسبه لنا هو المطالب.